اخي احنا كنا كلمنا قبل كده في موضوع الكوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل بين الناس، وكلمنا في عدد كبير من الفيديوهات في هذا الموضوع. واحنا كنا بنقول باستمرار انه لو شخص مسؤول او فنان او مغني او لاعب كرة لابد انه هو يكون عنده مهارات في التواصل مع الناس، لدرجة ان في بعض الناس يقودهم ذكاؤهم ان هم يتعاملوا مع اخصائيين في الكوميونيكيشن سكيلز، يعرفوهم وهم داخلين على مكان فيه ناس يدخلوا ازاي، يتكلموا ازاي، يقعدوا ازاي. وحتى احنا كنا نشرنا ان حتى طريقة القعدة، وانا احط رجل على رجل ولا اقعد على رجلي ازاي، برضو دي لها وصول. طريقة الكلام بتكون ازاي، لغة الجسد بتسبب ايه، وانا بشوف اللي قدامي بيقول ايه. يعني الحقيقة ان الموضوع مهم، عشان خاطر الشخص المهم لابد ان هو ما يقولش كلام يؤخذ عليه، ونتكلم في الحتة دي بالتفصيل بعد كده. لكن النهاردة هنتكلم في جزئية محددة هي على مهارات التواصل ما بين مندوب الدعاية وما بين الطبيب، ودي جزئية مهمة وخاصة جدا. اول حاجة طريقة القعدة، لابد انه يكون في مسافة آمنة بين المندوب وما بين الطبيب. هذه المسافة بالحد الاقصى بتاعها بيكون في حدود 2 متر، يعني مش هينفع ان انا قاعد اعمل دعاية على صمت ومن الادوية وبقى واقف مرفوع لقطع في الدكتور، لازم اقعد مسافة آمنة. وفي الحقيقة ان المسافة الآمنة عموما بتكون تقل عن كده مع الاشخاص الحميميين، يعني لو انا مثلا ممكن اوصل ل 50 سنتي او 120 سنتي ما بين افراد الاسره او الاقرباء او الاصدقاء المقربين، ده موضوع تاني. وممكن تكون اقرب من متر او 120 سنتي بين الاصدقاء اللي هم العاديين او زملاء العمل، لكن الناس اللي هم ما بتربطناش بيهم صله قرابه او يعتبروا غرباء عننا، لابد ان هي المسافه تكون في حدود 2 متر في الغالب. دي الجزئية الأولية. الجزئية الثانية ودي بتبقى خاصة بالنسبة للبنات بالأخص، لابد إنه ما يكونش اللبس ملفت للطبيب، يكون اللبس محتشم وغير مبالغ فيه. الصوت يكون ما هواش ماشي كده زي المونولوج، لازم يكون فيه ديالوج، لازم إن أنا آخد ودي مع الدكتور. بداية الكلام مع الدكتور بتبقى معتمدة على ثلاث حاجات. اول حاجة اسمها رابور، حاجة تانية اسمها ريزون، حاجة التالتة اسمها ريسبونس. ايه التلات حاجات دول؟ اول حاجة الرابور، ان انا ببقى داخل على الدكتور، مش مجرد ان انا ادخل ان انا اتكلم على طول في الموضوع الاساسي اللي انا هتكلم فيه، بتكلم في موضوع عام في الاول. النهاردة كان في موضوع حاجة تكون مربوطة بالموضوع اللي انا اتكلم فيه، مثلا لو اتكلمت على مباراة كورة كانت النهاردة او النهاردة الجو حر، بحيث حاجة تربط ما بين الدواء اللي انا هتكلم فيه والموضوع اللي انا داخل اتكلم فيه، عشان بس اشد انتباه الدكتور. الحاجة الثانية بروح داخل على طول بقول للدكتور انا النهاردة جاي اتكلم مع حضرتك في العلاج الفلاني وبيعمل كذا كذا، يعني انا ببتدي اتكلم ادخل في الموضوع، ودي بيسموها المين مسج. ولابد ان هذه الرسالة بتكون رسالة مختصرة ومركزة مليانة بالبنفيتس بالفوائد، وببتدي الاحظ بقى الريسبونس بتاع الدكتور. دي الخطوه الثالثه، وبنلاحظ البودي لانجوج بتاعته، يعني لو هو تلقى الرساله بطريقه سليمه هنبص نلاقي ان هو هيقرب كده من المندوب ويبتدي يستمع له، ونظرات عينيه بتبين ان هو ابتدى يتلقى الرساله بطريقه سليمه. لو هو مش متقبل الرساله ممكن ابص الاقيه راح ملفوت وماسك التليفون يتكلم فيه، او انه يمسك ورقه ويقعد يشخبط فيه، يبقى معنى كده ان الدكتور ما تلقاش الرساله كويس وانا ما قدرتش ان انا الفت الانتباه ليه. ودي ببساطه الكوميونيكيشن سكيلز باختصار ما بين مندوب الدعايه والطبيب، وهنتكلم المره الجايه بتفصيل اكتر على المهن الاخرى. مع السلامه.